انا بعتذر جدا على شكل شعري، انا مش عارفه ازاي شكل شعري كده، بس اوكي. هاي جايز، مش قادره اصدق قد ايه انا غبت عنكم. انتوا وحشتوني جدا 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 فوق ما تتصوروا. بالنسبه لناس كتير اسبوعين عدم تنزيل فيديوهات ده شيء طبيعي، في ناس بتنزل فيديوهات كل اسبوعين، انا مش من الناس دول خالص، واللي متابعني من اول يوم بدات فيه قناتي على اليوتيوب هيعرف كده. اوكي، لازم اخد فاصل بين الكلام لانه فعلا فعلا نفسي قاعد بيروح. المهم، انا بحب دايما اكون السبب ان يديكم طاقه ايجابيه، لكن فيديو النهارده للأسف مش هيكون إيجابي قوي، هحاول أخليه إيجابي شوية بس استحملوني، أنتوا جزء من عيلتي وعلشان كده حبيت أن أنا أشارككم حتى الأخبار اللي ممكن تكون مش حلوة. طبعا قريتوا العنوان وعرفتوا أن أنا انصبت بفيروس كورونا اللعين. الناس اللي متابعيني على الانستجرام بس هم اللي هيكونوا عارفين انا كنت فين وليه كنت مختفية، لانه انا كنت مسافرة باريس، كنت في فرنسا، كنت في اجازة مع اهلي، كانت اجازة عائلية حلوة لذيذة لطيفة خفيفة، لكن الاجازة دي انتهت ان انا جالي كورونا. رحت انا وماما واخويا الصغير، رحنا باريس، الوضع كان تمام، الجو كان يجنن، كل حاجة كانت تمام، لحد تقريبا اخر يوم او اخر يومين اللي انا فجأة احس نفسي مش قادرة اتحرك، عندي سخونية رهيبة، احساس تعب عمري في حياتي بجد ما حسيته قبل كده، وانا اول ما جالي التعب ده حسيت انه كورونا، فنزلت فحصت وطلع انه لا نيجاتيف، بس مع كده برضو فضلت تعبانة جدا بشكل مش طبيعي، يعني اللي هو سخونية، تعب، حاسة ان انا عايزة ارجع، حاسة بطني وجعاني، جسمي كله وجعني، فعليا كأنه باص خبطني. مش عارفة ليه كورونا جاي عليا بان انا مش عارفة اتكلم كويس، بس تقريبا ده شيء عادي. اللي حصل بالظبط انه انا اليوم اللي قبل الاخير من قعدتي في باريس عملت شوبينج شوية، خرجت شوية مع ماما، رحنا تعشينا، بعد العشاء بالظبط انا فجأة اقسم بالله العظيم يا جماعة بقول لها ماما انا مش قادرة اكمل، انا عايزة اروح. ماما طبعا كانت مفكرة ان هو تعب عادي، يعني اوكي واحدة تعبت رجليها مثلا وجعاها فعايزة تروح. انا بالنسبة لي جوايا انا حسيت ان في حاجة غلط، والله العظيم يا جماعة انا كنت حاسة انه في حاجة غلط قاعدة بتحصل، كنت حاسة انه في حاجة وحشة هتحصل، معرفش ليه، ما تسألونيش ليه، بجد هو كان احساس من جوايا بيقولي روان روحي حالا لانه انت مش كويسه ومش هتبقي كويسه. المهم مشينا على طول من المطعم، روحنا، انا روحت من هنا نمت في السرير من هنا، سخنيه، دوخه، لعه نفس، لدرجه ان انا حتى مش عارفه اشيل ازازه ميه افتحها، مش عارفه اروح التويلت، يعني مش عارفه اعمل اي حاجه، مش عارفه حتى اسرح شعري. اصغر واتفه الحاجات بالنسبه لي كانت بتبقى كارثة، يعني كانت بتبقى صعبة جدا جدا اني اعملها، لدرجة اني حتى ما كنتش عارفة امسك تليفوني اكتب مسج حتى. المفروض انه في اليوم ده كنا هنروح نعمل PCR علشان اليوم اللي بعده هنروح على ديزني لاند. الوضع صعب. رحت عملت البي سي ار في نفس اليوم، النتيجه طلعت بعد 20 دقيقه، طلعت النتيجه نيجاتيف، يعني مفيش كورونا. فقلت طيب انا ليه تعبانه كل التعب ده؟ قلت اكيد يمكن من الجو، لانه الجو ساعتها كان برد جدا جدا، فقلت يمكن من الجو، يمكن انا بردت او حاجه، مع اني رحت فرنسا قبل كده وكان الجو ابرد من كده، بس ما تعرضتش لاي حاجه من الحاجات اللي انا فيها دي. طنشت الموضوع وفضلت برده تعبانه. وبالمناسبه على فكره بس عايزه اقول لكم انه بدوق الاكل الحمد لله، وبستطعم الاكل وبشم، فما شكتش خالص ان هي كورونا، يعني بعد ما طلعت النتيجه نيجاتيف قلت لا دي اكيد مش كورونا، يمكن سخونيه عادي. زي ما قلت لكم المفروض انه اليوم اللي بعده كنا هنروح على ديزني لاند، وانا حاجزه التذاكر بتاع ديزني لاند من شهر وحاجزه كمان الهوتيل. جه اليوم اللي بعده صحيت انا زي الجثه، اقسم بالله يا جماعه مش قادره حتى افتح عيني، مش قادره اقوم من السرير من كتر التعب والارهاق اللي انا كنت فيه، وكان عندي سخونية مش طبيعية. بقستش الحرارة في يوميها، بس انا متأكدة انه لو كنت قست الحرارة كانت مثلا 40. مليش اي نفس للاكل، ما بشربش، ما باكلش، ما بعملش اي حاجة، ما بتحركش من السرير. تعبت تعب في اليوم ده لدرجة انه انا قررت اني هلغي ديزني لاند، مع انه ديزني لاند اصلا هو السبب اللي خلاني اروح باريس. لغيت ديزني لاند وراح علي التيكتس وراح علي الهوتيل، لغيت ديزني لاند تقريبا
على الساعة 10 الصبح. بجد من 10 الصبح لحد بالليل انا ما اتحركتش ابدا ابدا من السرير. اوكي لازم اخد بريك لاني بدات اتعب فعليا. حتى الكلام دلوقتي بقى صعب لانه لما بتكلم كتير ما بتنفسش، فالحالة دي انا لازم اتنفس فيها. فبليز بليز بليز اللي بيشتهينوا بكورونا، فعليا فعليا الدور صعب. اللي بيقولك دور برد عادي، دور سخنية عادي، دور رشح عادي، ده مش صح. معظم الناس او اغلبية الناس اللي جات لهم كورونا جات عليهم صعبة جدا، فبليز خلوا بالكم. انا شخصيا كنت بستهين بالماسك وبستهين بحاجات كتير. ان شاء الله لما ربنا يشفيني ويعافيني انا عمري في حياتي ما هرجع استهين بالحاجة دي تاني. اليوم اللي بعده على طول كان يوم سفرنا للامارات، فرحنا على المطار. طبعا كان بالنسبة لي شيء مجهد جدا جدا. تخيلوا طيارة 7 ساعات ويوم سفر طويل جدا تقريبا 24 ساعة، وانا في الحالة دي وعندي كحة وعندي سخونية وحالتي كانت يعني. لما وصلت مطار الامارات اول حاجة بيعملوها الحمد لله الحمد لله ان هم بيعملوا لكم فحص PCR تاني. انا وقتها بصراحة ما كانش في راسي ابدا انه هيطلع بوزيتيف او ايجابي، يعني لانه اوريدي كنت عاملاه في فرنسا وطلع نيجاتيف. عملت PCR في مطار ابو ظبي ورجعت البيت، روحت نمت شوية وبعد كده صحيت تقريبا على الفجر، فكانت اوريدي النتيجة بتاعته طلعت، وللأسف طلعت النتيجة بوزيتيف يعني إيجابية يعني عندي كورونا. طبعا بعد ما عرفت الخبر ده على طول لبست الكمامة حتى وأنا قاعدة في الأوضة. الحمد لله إن الأوضة بتاعتي أوريدي فيها حمامي الخاص، فمحدش بيستخدمها غيري، محدش بيدخل عندي الأوضة أبدا. طلع لي أنا إيجابي وطلع لماما نيجاتيف. الحمد لله الحمد لله يا رب طلع ما عندهاش كورونا. هنا في الإمارات لو جالكم كورونا وعايزين تحجروا في البيت لازم يلبسوكم الساعة، فهو ده اللي أنا رايحة أعمله دلوقتي. هروح ألبس الساعة هروح ألبس الساعة وبعدها هرجع وهشوفكم تاني. So yeah. Hi guys، رجعت لكم تاني ومتأكدة انه شكلي دلوقتي اختلف اكيد لاني خدت شاور، رتبت شعري شوية، رتبت شكلي على قد ما اقدر، ولبست كمان الساعة بتاعت الكورونا اللي هي ساعة الحجر لمدة 10 ايام. عدى تقريبا 3 او 4 ايام على اخر مرة كلمتكم فيها. اخر مرة كلمتكم فيها حقيقي كنت تعبانة جدا جدا. الحمد لله حبيت بس اطمنكم عليا، انا دلوقتي احسن بكتير من ما كنت في الاول. السخونية راحت تماما الحمد لله، دي كانت اسوأ حاجة بجد بتحصل لي. دلوقتي بس عندي كحة وعندي كمان وجع شديد جدا في عظمي. سألت ناس كان جاي لها كورونا قبل كده وقالوا لي انه ده طبيعي انه عظمك يوجعكو، بس حبيت اقول لكم شوية حاجات حصلت للأسف في الايام اللي فاتت دي. كنت قلت لكم في الاول انه انا وماما واخويا اللي كنا رايحين فرنسا وانا الوحيدة اللي جالي كورونا. الكلام ده طلع مش صح. تاني يوم على طول من بعد ما صورت لكم الفيديو قلت لكم انه انا الوحيدة اللي جالي كورونا، طلعت لهم النتيجة ان هي ايجابية لماما ويوسف اخويا الصغير للأسف. يعني دي يمكن كانت اكتر حاجة انا ما كنتش عايزاها تحصل بس حصلت. يمكن الفيروس كان في جسمهم بس هما معرفوش في الوقت اللي انا عرفت فيه. وانا مناعتي اصلا زي مناعة الصرصار، سو طبيعي برضو انه انا اول واحدة يجيلي كورونا وانا اول واحدة يبان عليا الاعراض. انا بجد اسفة جدا لو الفيديو ده ما فيهوش حاجة غير اني قاعدة في السرير برغي او قاعدة في العربية برغي. الفيديوهات الجاية ان شاء الله ان شاء الله يا رب بعد ما ربنا يشفيني هتبقى تجنن وهتبقى حلوة قوي. اللي طلبه منكم انكم تنزلوا تدعوا دلوقتي حالا في الكومنتس ليا والاهلي انه احنا نخف. ان شاء الله ان شاء الله يا رب ماما تخف ويوسف يخف وانا اخف. هي دي حياتي حاليا يا جماعة، سرير وادوية كتير ولابتوب، واهم حاجة طبعا في الحياة اكيد السناكس. شوفوا كمية السناكس دي، دي مش كل حاجة عندي، كمية اكبر بكتير، بس حرفيا هي دي حياتي حاليا. مش قادرة اعمل اي حاجة تانية غير اني بس اكون في السرير وانام واشوف نتفليكس واصحى واكل وبس. لا سمح الله لا سمح الله لو اي حد فيكم بيتفرج دلوقتي عليا وعنده كورونا، عايزة اقول لكم انه انتم مش لوحدكم، انا كمان معاكم في نفس القارب. اهم حاجة في الحياة انكم تاكلوا كويس، تشربوا مياه كتير، تناموا كويس. اهم حاجة اهم حاجة بجد تاخدوا الفيتامينات. الاعراض اللي عندي دلوقتي هي انه عظمي بيوجعني جدا اكتر من الاول بكتير، خصوصا ظهري ورجليا بيوجعوني وجع مش طبيعي. ماما نفس الحاجة برضو. عايزة من كل حد بيتفرج دلوقتي ان هو يدعي لي ويدعي لأهلي حتى لو ما يعرفنيش او حتى لو ما يعرفش اي حد فينا، يدعي لنا انه ان شاء الله نقوم بالسلامة. المهم مش حابة اطول عليكم اكتر من كده، دلوقتي هقوم اخد كل
كل الأدوية بتاعتي وأتفرج على نتفليكس وأخلص الإنترنت. Thank you so much for watching. بحبكم قد الدنيا كلها وإن شاء الله أشوفكم في كل الفيديوهات الجاية وتكون خلصت الكورونا. Bye guys.